قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجري لقاء مع نظيره الروسي للمرة الأولى خلال قمة مجموعة الـ20 في هامبورغ. وفي اليوم نفسه قال المتحدث الرسمي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف إن روسيا ليست مستعدة لاجتماع منفصل بين روسيا والولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي هيربرت ماكماستر في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض قال إن دونالد ترامب سيجتمع مع قادة العديد من الدول خلال قمة مجموعة الـ20 التي ستنعقد في هامبورغ في الفترة ما بين 7 إلى 8 من يوليو، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال ماكماستر إن ترامب سيسعى إلى حل المشاكل في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا واستكشاف مجالات التعاون الثنائي. في اليوم نفسه قال المتحدث الرسمي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف في موسكو، قال إن الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي سيلتقيان خلال قمة مجموعة الـ20، ولكن روسيا ليست مستعدة لأي لقاء منفرد. كما قال وزير الخارجية الألماني سيغمار جابرييل في زيارته إلى موسكو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس الخميس، قال إنه يأمل في اغتنام هذه الفرصة لإتمام اللقاء بين ترامب وبوتين. نأمل في أن نتخذ هذه الفرصة لإتمام لقاء بين ترامب وبوتين. منذ تولي الرئيس الأمريكي ترامب لمنصبه، جميع الأوساط مهتمة وتنتظر لقاء الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي. وقد أصدرت موسكو بيانا قالت فيه عدة مرات إن الرئيسين لم يخططا للقاء منفصل. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق إن أهم قضية ينبغي على روسيا والولايات المتحدة مناقشتها هي مواصلة الحوار الثنائي.